الأخت أم سندس من العراق تقول سكننا ليس إلا غرفة هي التي ننام فيها، وكذلك أصلي فيها فلا أجد مكان للصلاة غير هذه الغرفة، وأمامي مرآة كبيرة. تقول الصلاة إلى جهة المرآة، هل في شيء؟ نعم جائز، لكنه يخشى من أن يؤثر على المصلي في انشغال ذهنه بمطالعة هذه المرآة، ولذلك إذا وضعت عليها شيئا يحجب هذه المرآة كان أولى لها وأحسن، ليكون أخشع لها في صلاتها. لكن لو قدر أنها صلت المرآة أمامها فلا حرج عليها في ذلك، ولا يؤثر على صحة الصلاة ولا ينقص من درجتها.